نظرت المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بصفاقس في قضية جرحى السعيدة برقيب من ولاية سيدي بوزيد وقضية جرحى الثورة بقرقنا من ولاية صفاقس. وقد تم تأجيل قضية جرحى السعيدة برقيب إلى يوم 28 أكتوبر 2013، كما تم تأجيل قضية جرحى قرقنا إلى يوم 21 أكتوبر 2013. ورفض مطلب السراح للمتهمين محمد سعيد خلودة وعمران عبد العالي بتهمة محاولة قتل النفس بشرية عمدا. هذا وبين الأستاذ عبد الرحمن جبنون محامي دفاع المتهم محمد سعيد خلودة أسباب تأجيل قضية جرحى الثورة بقرقنا. قضية أخرت باعتبار أن غير جاهزة للفصل، باعتبار أن ثم شهود وقع التحرير عليهم، وقع عرض المتضررين على الفحص الطبي لبيان معناها نوعية السلاح الذي تم إصابتهم به. احنا كنا أكدنا في السابق اللي كونه ما ثماش حتى مبرر يعني لبقاء منوبين رهن للإيقاف، باعتبار ما العرض توا نتاع المتضررين هذوما ان دل على شيء فانما يدل ان فماش حجة في الملف، فماش حجة في الملف دالة على ثبوت الإدانة، معناها نوقفوا الناس، نحطوا الناس في الحبس، ومن بعد نوليو نبحثوا على أدلة لإدانتهم وأدلة لتبرير فنطلة الإيقاف نتاعهم، وهذا معناها مخالف لكل التشريع الدولي ومخالف معناها لروح القانون التونسي. يعني ثم قرينة اسمها قرينة البراءة اللي هي قرينة الدستورية اللي هي قرينة القانونية أن المتهم يبقى بريئا حتى تثبت إدانته ومش مدان حتى تثبت البراءة نتاعه. في حين اعتبر الأستاذ محمد العموري محامي القائمين بالحق الشخصي أن اخر اجازة للنظر في مطلب السراح، وفما احكام تحذيريه صدرت بتاريخ سابق، معناتها في اجراء فحص طبي وبحث باليستي في خصوص الشظايا الموجوده بابدان الجرحى، والنتيجه هذه وردت. دونك احنا طلبنا تاخير للاطلاع على نتيجه الاختبار وعدد وسائل الدفاع على ضوء نتيجه الاختبار اللي وردت هذه. انتم طلعتوا انتم على نتيجه وردت مؤخرا وما طلع عليها حتى حد، دونك ما نجموش نقدموا الدفوعات نتاعنا، معناتها كان انطلاقا من النتيجه هذه، خاطر هي اللي ان شاء الله تكون حددت لنا نوعيه السلاح، نوعيه السلاح المستعمل في محاوله القتل. هذا وعبر شقيق المتهم عمران عبد العالي في قضيه جرحى قرقنا عن استيائه من تاجيل هذه القضيه. اليوم عندنا عامين وسبع شهور احنا على مالنا بحالنا كيفاش، ما ثماش حتى دليل بارئ اللي يقول هذونا اللي راهم ضربوا وقتلوا، هذه مستحيل. سامحني فهم وحسب الله ونعم الوكيل في اللي يحكم وفي اللي شاهد وفي كل ما هو، وثم ربي في اخر الامر، الحق يعلى ولا يعلى عليه. في حين تنعقد الجلسه الثانيه لقضيه جرحى السعيده برقيب، تجاوزت قضيه جرحى قرقنا طورها الثاني عشر، ومع ذلك القضاء العسكري لم يقل كلمته الفيصل.